احنا مره ما شاء الله علينا فينا نعمل كتير شغلات وشاطرين وذكيين ومثل العنكبوت فينا نكون بكل الاماكن, نكون ام, نكون بزنس وومن, بيكون كل كتير شغلات. مرحبا. واضح أنا اسمي سازن أمين, عمري 37 سنة, متزوجة, عندي 3 أولاد, professional makeup artist ومعلمة المكياج بأكاديمي سازن أمين. بعد ما جوزت زي كل مرة حبلت, جبت توأم, بس فرحتي بالتوأم ما ضلت كثير. الله يرحمه, ابني توفى بعملية كان على أساس بسيط وغير حياتي كلها. جالي ديبريشن بالطريقة إنه أنا بعمري ما كنت حابة أرجع للحياة مرة تانية. بس مكياج ساعدني كتير. مكياج إذا فيني أقول كان شغلة دور كبير بحياتي إنه وصلت على مرحلة اللي أنا فيها اليوم. بلشت بالأكاديمي اسمها نيكي ويلش أكاديمي بالدنمارك, والحمد لله وشكر إنه درست هناك. صرت أول شيء كنت طلبة هناك, بعدين صرت الأسيستنت, وبعدين صرت الأسيستنت تبع المعلمة, وبعدين صرت المعلمة هناك. وفتحت هون أكاديمي, والحمد لله وشكر قدرت أساعد كتير نسوان وبنات هون بكردستان. عندي اي شادو باليتس, عندي عدسات, عندي فرش, عندي بيوتي بلندر وشغلات تانيين, وعندي هلا بدي اعمل لونج ان شاء الله اذا الله راد. عندنا كونتورينج باليت, عندنا فاونديشن, كونسيلر. رموش, اول رموش اللي عملتها, اول براند اللي نزلتها 2017 كان رموش باسم بناتي عليا وجودي. لما واحدة بتيجي على الأكاديمي تبعي أنا بعطيها كيت كامل, يعني كل شيء اللي إحنا منشتغل فيها أنا بساعدها إنه ما بتيجي بس تتعلم. طموحاتي أكيد أشوف أولادي مبسوطين, أمن مستقبلهم, وإن شاء الله هيك أفتح أكاديمي تاني ب يعني سليمانية, يعني مو بس هون بأربيل هولير, بس بسليمانية وكذا مكان تاني. انتي مرة كتير قوية وفيكي تعملي, كلنا عندنا موهبة, بس مرات الموهبة من كتر تحت ما بتشوفها. بس اذا بتقعدي مع حالك وبتعرفي شو موهبتك انتي وشو حابة تعملي, مع الوقت الصح, مع الامكانية, مع العالم الصح, فيكي تعملي كتير شغلات. شكرا للبلاتفورم واضح, انبسطت كتير معكم اليوم, وان شاء الله تعجبكم الستوري.